السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ أول فيديو من سلسلة حل كتاب المعاصر لجريد 4. هنبدأ بحل Lesson 6 of Concept 2-3 بعنوان Speed. هنحل كتاب المعاصر Page 5 and 6. Choose the correct answer. Number 1. Designing cars and thinking about how to use energy. Needs what? عشان أقدر أصمم عربية وأعرف إزاي أستخدم الطاقة. مين بحتاج مين يعمل الكلام ده؟ dentists دكاترة السنان، teachers مدرسين، pilots طيارين، mechanical engineer. الميكانيكال انجينير هم دول اللي بيقدروا يصمموا العربيات ويعرفوا هي هتستخدم أي نوع من أنواع الطاقة، اللي هو المهندس الميكانيكي. Number 2. Most cars around us use what as a fuel؟ معظم العربيات اللي حوالينا بتستخدم ايه كمصدر للطاقة؟ الوقود بتاعها بتاخده منين؟ جازولين اللي هو البنزين، sunlight ضوء الشمس، battery بطاريات، ولا water مية؟ طبعا العربيات اللي حوالينا المنتشرة most cars، معظم العربيات اللي حوالينا بتستخدم الجازولين اللي هو البنزين. Number 3. Electric vehicles have what that must be charged. Electric vehicles، كلمة vehicles اعتبرها car، خلاص يبقى العربيات الكهربائية بتستخدم ايه اللي لازم يتشحن؟ doors أبواب، fuel وقود، battery بطاريات، tires يعني عجل. ها ايه رأيك؟ ايه اللي ممكن اقدر اشحنه؟ must be charged، لازم تشحن ايه؟ برافو عليكم حبايبي، batteries. next question number 4. Solar vehicles، مين شاطر يعرف يقول لي يعني ايه كلمة vehicles؟ يعني car، ممتاز، يعني العربيات اللي بتستخدم ضوء الشمس، solar car. can go faster، ممكن تمشي بسرعة لو عملت لها ايه؟ خلينا نتفق على حاجة، العربيات الشمسية دي او السيارات الشمسية بتعمل ايه؟ بتاخد الطاقة من الشمس. طيب هل هي بتقدر تاخد طاقة كبيرة جدا من الشمس؟ لا، بتاخد كمية طاقة صغنونة من الشمس. طيب الطاقة دي هتكفيها ان هي ايه؟ تمشي بسرعة؟ ولا عشان تمشي بسرعة العربية دي هي معاها حبة طاقة صغنانين عشان تمشي بسرعة، محتاجة ان وزنها يبقى تقيل مش قادرة تمشي، ولا محتاجة ان وزنها يبقى قليل؟ برافو عليكم، هي محتاجة ان وزنها يبقى قليل، يعني هي عربية المفروض تبقى عربية صغنونة كده وزنها قليل عشان تقدر تمشي بكمية الطاقة الصغيرة اللي عندها. اتفقنا. طيب يعني ايه كلمة increase و decrease؟ يعني مثلا انا بتلخبط بينهم. كلمة increase اللي بحرف الاي الطويل ده يعني زيادة، يبقى increase يعني ايه؟ زيادة. طيب decrease يعني يقل، يعني صغير، انا محتاجة ان وزنها يبقى ايه؟ صغير، يبقى هكتب ايه؟ decrease its weight. decrease its weight، لازم اقلل من الوزن بتاعها. يلا بينا question number 5. All of the following are from advantage of using the sunlight in solar vehicles except that. بيقول لك كل اللي جاي ده من ال advantage. advantage يعني حاجات حلوة، حاجات جميلة، مميزات. يبقى اللي بتبدأ بحرف ال A advantage يعني الحاجات الكويسة. ايه الحاجات الكويسة اللي موجودة في السولار كار ما عدا ايه؟ يعني انا هقول لك دلوقتي حاجات كويسة في السولار كار ما عدا ايه؟ كلمة except يعني ما عدا. These vehicles don't need gasoline، مش بتحتاج جازولين؟ اه طبعا، هي بتاخد طاقتها من الشمس. These vehicles don't need electric charging، يعني ما بتحتاجش ان انا اشحنها كهرباء؟ اه طبعا. These vehicles don't cause climate change، ما بتسببش تلوث في البيئة. These vehicles don't produce a great amount of energy. كل اللي احنا قلناه ده advantage، حاجات كويسة للإلكتريك كار ما عدا ان هي ما عندهاش طاقة كبيرة. احنا اتفقنا ان هي بتاخد جزء صغير من الطاقة من الشمس، فهي عندها يا عيني حبة طاقة صغيرين، يبقى ده عيب. These vehicles don't produce a great amount of energy، يبقى انا دلوقتي هختار الاختيار دي. اللي بعديها both true or false. Number 1. Cars need energy to move، العربيات بتحتاج طاقة علشان تتحرك. طبعا الإجابة بتاعتي هتبقى true. next question all types of car use gasoline as a fuel،
كل أنواع العربيات بتستخدم بنزين كلها؟ لا طبعا، يبقى الجملة بتاعتي غلط. Car exhaust don't cause environmental change. عوادم السيارات مش بتسبب تلوث في البيئة. طبعا الإجابة بتاعتي غلط، لأن العوادم دي بتعمل air pollution، تلوث هواء. Number 4. Electric vehicles. مين شاطر يكتب لي في التعليقات يعني ايه كلمة vehicles؟ ممتازين حبايبي، يعني car. Electric vehicles يعني العربيات الكهربائية. Have battery that must be charged. عندها بطاريات لازم تتشحن. برافو عليكم. True. If a car run out of fuel. لو العربية ما بقاش عندها بنزين، البنزين خلص. خلص. It can continue moving. تقدر تكمل مشي؟ ينفع العربية تمشي من غير بنزين؟ لا طبعاً، إجابة غلط. The weight of any car affect its speed. طبعاً كل عربية وزنها بيأثر على سرعتها، يعني مثلا زي ما أخدنا إن السولار كار لازم وزنها يبقى صغنون عشان تقدر تمشي بسرعة كويسة. يلا بينا نحل السؤال اللي بعديه. Correct the underline words. يعني صحح الكلمة اللي تحتيها خط. Doctors help design cars and think about using energy. هل الدكتورز هم اللي بيصمموا العربيات وبيعرفوا العربية دي بتستخدم أي نوع من أنواع الإنرجي؟ لا طبعاً. أمال مين اللي كانوا بيعملوا كده؟ المهندس الميكانيكي. اسمها إيه بقى in English؟ Mechanical Engineer. Mechanical Engineers. Okay, next question. The amount of energy we can get from sun is greater than the amount of energy we can get from gasoline. هل الطاقة اللي بقدر اخدها من الشمس اكبر من الطاقة اللي باخدها من البنزين؟ لا طبعا. امال هغير كلمة greater than دي واكتب ايه؟ ممكن اكتب smaller than، ممكن اكتب less. يبقى هنا هكتب ايه بدل كلمة greater than؟ هكتب smaller than. Number 3. Increasing the weight of solar vehicles. إن أنا أزود وزن العربية الشمسية. Cause the increasing of its speed. يلا مين شاطر يقول لي كلمة increase يعني زيادة ولا نقصان؟ ها لو عرفت اكتب لي يلا تحت في الكومنتس. Increase يعني زيادة. لما أزود وزن العربية الشمسية كده أنا بزود سرعتها؟ لا طبعا. يبقى هشيل كلمة increasing دي وهكتب مكانها decreasing. decreasing يعني ان انا انقص من الوزن بتاعها. لما نقص من وزن العربية الشمسية بتزود سرعتها. Number 4. We can calculate the speed of solar vehicle by knowing two factors, distance and weight. عشان اقدر احسب السرعة بتاعت اي حاجة بتاعت العربية الشمسية دي لازم اعرف مسافة ووزن. طيب مين شاطر يقول لي ايه هو القانون بتاع السبيد؟ احنا قلنا السرعة بتساوي مسافة على زمن، يعني ايه؟ distance per time. يعني عشان اعرف العربية دي ماشية بأنهي سرعة لازم اعرف المسافة اللي مشيتها في وقت قد ايه. يبقى لازم اعرف ايه الديستنس وايه time. برافو عليكم. هشيل كلمة weight وهكتب مكانها هنا في الإجابة بتاعتي time. Complete the following sentence. أكمل. Engineers goal to reduce the weight of solar vehicle to increase its what. يعني المهندسين بدوا يقللوا من وزن العربيات الشمسية عشان تمشي ايه؟ برافو عليك، عشان تمشي بسرعة. يبقى to increase its speed. ممتازين، عشان ازود سرعتها. To increase its speed. Number 2. Solar vehicles have some advantage. مين شاطر يقول لي advantage؟ advantage دي حاجات كويسة ولا حاجات وحشة؟ برافو عليكم. advantage يعني حاجات كويسة. ايه الحاجات الكويسة بتاعت الشمس؟ اهو بص بيضحك، مش عايز يضحك خالص. بصوا بص اهو. يلا بينا. solar vehicles have some advantage. ليها مميزات such as they don't need what or charging and also they don't cause point change. يعني ايه بقى السؤال ده؟ هنا بيقول لك العربيات الشمسية عندها مميزات زي ايه؟ زي don't need ايه؟ مش بتحتاج لايه؟
برافو عليكم، مش بتحتاج لفيول، مش بتحتاج لوقود. ممكن اكتب هنا فيول، وممكن اكتب ان هي مش بتحتاج جازولين مثلا. اوكي اكتب اللي انت عاوزه، الاتنين صح. and don't need مش بتحتاج ايه كمان؟ charging، مش بتحتاج ان هي تشحن البطارية بتاعتها. also they don't cause what، ما بتسببش ايه؟ ما بتلوثش البيئة. don't cause climate change. climate change يعني ايه ميس؟ يعني مش بتسبب تلوث بيئي. the amount of energy that we can get from the sun، الانرجي اللي بقدر، الطاقة اللي بقدر اخدها من الشمس، اكبر ولا اصغر من الطاقة اللي باخدها من الجازولين او من العربيات اللي بتتشحن بالبطاريات؟ ها ايه رأيك؟ الامونت بتاع الانرجي من السن، احنا قلنا اللي بنقدر ناخد من السن ايه؟ كمية طاقة صغيرة. يبقى الـ amount of energy from sun is smaller than، او ممكن اقول less than برضو زي ما انت عاوز، الاسهل لك اعملها. number 4 to calculate the speed of solar vehicle، عشان اقدر احسب السرعة بتاعت السيارة الشمسية، we need to know what and what، علشان العربية دي doesn't have، ما عندهاش ايه. احنا اتفقنا ان القانون بتاع السبيد، مين حافظه معايا؟ يلا لو حافظه وقلته قبليه اكتب لي تحت. السبيد ايكوال مسافة على زمن. يعني ايه مسافة على زمن؟ يعني distance per time. يبقى لازم عشان احسب السبيد لازم ابقى عارفة ايه وايه. برافو عليكم يا حلوين. distance and time، هكتب هنا time. يلا because the solar vehicle، عشان solar vehicle دي عندها العداد بتاع السرعة، ولا احنا شلنا منها عداد السرعة عشان تبقى عربية خفيفة وحلوة كده تقدر تمشي بسرعة؟ برافو عليكم. because solar vehicle doesn't have، يعني ما عندهاش ايه؟ speedometer. بس يعني ايه speedometer؟ ده العداد بتاع السرعة. the speed number 5 the speed of what vehicle slower than that of normal vehicles and what vehicles، بيقول لك السرعة بتاعت مين أقل من العربيات العادية، السرعة بتاعت أنهي عربية سرعتها صغيرة؟ برافو عليكم يا حلوين. solar vehicles slower than the normal vehicles، قصده هنا بنورمال فيكل اللي هي الفيول اللي بتستخدم الوقود. and ممكن عندنا نوع ايه تاني من العربيات؟ electric vehicles، ممتازين اللي بتستخدم بطاريات. يلا بينا give reason. mechanical engineer go to reduce the weight of solar vehicles، ليه المهندسين بدأوا يقللوا من وزن العربية الشمسية؟ احنا اتفقنا ان هي بتاخد كمية طاقة صغنونة من الصن، فهي يعني عشان تقدر تمشي بسرعة فبدأوا يشيلوا منها السبيدوميتر عشان يقللوا الوزن بتاعها. يبقى ليه الميكانيكال انجينير قللوا من وزنها؟ ليه؟ عشان تقدر تمشي بسرعة، يعني to increase its speed، to increase its speed. next question we cannot know the speed of solar vehicle during driving، ليه ما بنقدرش نعرف سرعة العربية الشمسية وأنا سايقها؟ ليه؟ مين شاطر يقول لي؟ هي جواها في عداد سرعة ولا لأ؟ لا يا ميس، احنا شلنا عداد السرعة عشان وزنها يبقى خفيف عشان تقدر تمشي بسرعة. يبقى ليه we cannot know the speed of solar vehicle، ما بنقدرش نعرف سرعتها وهي ماشية؟ ليه؟ because it don't have speedometer. speedometer. اتفقنا؟ يلا بينا. What happen if؟ ايه اللي يحصل لو؟ The weight of solar vehicle become heavy. ايه اللي يحصل لو العربية الشمسية دي بقت تقيلة؟ ايه اللي هيحصل؟ هتقدر تمشي بسرعة؟ لا طبعا، هتبدأ تلاقيها تمشي ايه؟ بالراحة، عشان هي عندها طاقة صغيرة. طيب يبقى ايه اللي يحصل لو وزن العربية بقى heavy، بقى تقيل؟ هكتب ايه؟ هكتب ان هي هتمشي بالراحة. يبقى it will move with less speed. واحد تاني شاطر يقول لي it will speed will decrease، صح جدا، السرعة بتاعتها will decrease.
اكتب اي حاجة تقدر تعبر بيها. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لك كانت الساعة 5، العربية الشمسية دي مشيت مسافة 100 كيلومتر لغاية الساعة 7. يبقى العربية كانت ماشية من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة 5 o'clock 5 o'clock to 7 o'clock. يعني ماشية كام ساعة؟ أنا دلوقتي عايز أحسب السرعة، مش إحنا متفقين إن القانون بتاعنا بتاع السبيد بيساوي سرعة على زمن؟ يبقى السبيد equal إيه؟ distance per time. ميس لو سمحتي، هي المسألة هنا مديني الديستنس؟ اه. طب تعالى نكتب هنا الأول، يبقى distance per time. هنا بيقول لك السبيد ايكوال ايه؟ distance per time. يلا مين شطور يعرف يجيب لي الديستنس؟ ها مشيت قد ايه حلوين؟ برافو عليكم، 100 كيلومتر. اوكي طيب ماشي التايم قد ايه؟ هو بيقول لك مشيت من الساعة 5 للساعة 7، يبقى ماشي التايم قد ايه؟ برافو يا حلوين، ساعتين. حسبتها ازاي؟ 7 o'clock minus 5 o'clock equal 2 hour. يبقى أنا عرفت الديستانس هي كتبتها بير تايم، التايم بكام؟ ب 2 hour. لو عملتها على الكالكوليتر 100 divided 2 هتطلع لك 50. على فكرة مسموح لك تستخدم الكالكوليتر في امتحان الساينس. 50 ايه؟ مش دي سرعة؟ طيب ينفع أكتب إن هي ماشية ب 50 تفاحة؟ ينفع؟ ينفع ماشية ب 50 برتقانة؟ لا يا ميس، لازم أكتب هنا يونت. طب إيه اليونت بتاعة السرعة يا ميس؟ طب هي مش السرعة دي مسافة على زمن؟ المسافة دي إيه اليونت بتاعتها؟ ارجع للمسألة بتاعتك. يلا هي المسافة بتاعت اليونت بتاعت المسافة قد إيه؟ كيلومتر. لقيت علامة ديفايدد؟ اكتبها هنا، يبقى كيلومتر. التايم عندك هنا بإيه؟ أوكلوك، يعني بإيه؟ بالأور، بالساعات، يبقى كيلومتر بير أور. ممكن تكتبها كده ديفايدد كده، وممكن تكتبها كيلومتر بير أور. أوكي بكده أكون خلصت فيديو النهاردة. لايك للفيديو واستنوني بإذن الله الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.